يتابع في سياق النشرة: وهي عادة الأردنيين كل عام عند الإعلان عن نتائج الثانوية العامة خاصة، عبر مواطنون منذ صباح اليوم عن سعادتهم بأشكال احتفال مختلفة، غير أن سلبيات ترافق هذه الاحتفالات التي ما زالت تتكرر سنة إثر الأخرى. إدارة السير المركزية حررت 1690 مخالفة سير ارتكبها المحتفلون الذين خالفوا قوانين وأنظمة السير على الطرقات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. كان الأردنيون صباح اليوم على موعد مع فرح غامر، فبمجرد إعلان وزير التربية والتعليم النتائج الأولية لامتحان الثانوية العامة، حتى هرع طلاب التوجيه وأهاليهم إلى الشبكة العنكبوتية يبحثون عن الفرح. مركبات محتفلين سرعان ما أخذت تجوب الشوارع احتفاء بالنجاح، فيما فضل آخرون الاحتفال بالنجاح بإطلاق الألعاب النارية، وآخرون بالغناء والرقص. 86.9 وكتير مبسوطين، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله التوجيه كان حلو وجبت 88، وإن شاء الله الفصل الجاي أعلى. معدلي 77 وفرحة لا توصف صراحة، والحمد لله أني نجحت. محل الحلويات ازدحمت بالناجحين وذويهم وبالمهنئين على السواء، لكن عددا من أولياء أمور ناجحين في الثانوية العامة احتفل بطرق أخرى كذبح الخراف وتوزيع الهدايا، غير أن أكثر أشكال الاحتفالات حضورا كانت على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا على صفحات الفيسبوك. الحمد لله نجحت وجبت معدل بالفرع العلمي 78. اليوم جاي نشتري حلو، بصراحة أنا بهني كل الناجحين بالأردن. الحمد لله رب العالمين، مبارك لكل طلاب الأردن الناجحين، ونتمنى اللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله مرة ثانية يحالفهم الحظ. وبالتوازي مع مظاهر الاحتفال، ما زالت مظاهر سلبية للاحتفالات ترافق الاحتفاء بالنجاح في الثانوية العامة، ومع أن مديرية الأمن العام تحذر كل عام الناس من هذه المظاهر، إلا أنها تتكرر وتؤدي إلى سقوط ضحايا. إطلاق العيارات النارية ومواكب السيارات وإعاقة حركة السير مظاهر سلبية تحدث كل عام، فلا تحذيرات الأمن العام تردع ولا دروس التوعية تفيد، لذلك فإنه آن الأوان لأن نتعامل مع هذه السلبيات بحزم أكبر، وإلا نكون كل عام نفقد بعض فلذات أكبادنا ونحن نحتفي بنجاح بعضهم الآخر.